يقول السائل: في بداية حياتي منذ كنت شابا عملت جميع المنكرات من زنا وفجور وأكل لأموال الناس، وعند بلوغي سن 35 سنة أصبت بمرض شديد، وفي تلك الفترة لم أصلي وكانت متقطعة، فماذا علي تجاه ذلك؟ أما الذنوب فعليك التوبة إلى الله جل وعلا منها، والله يتوب على من تاب. وأما الصلاة فإنك تقضيها، الصلاة اللي تركتها وقت المرض تقضيها، والله يعينك على قضائها. هذا الواجب عليك. نعم.